رز شو عم بتساوي؟ عم جهز عشان هلا بدنا نطلع. ايوه، فراز عم بتجهز، بدها تلبس لليوم الوطني، اليوم الوطني السعودي اليوم الاثنين. كل عام والشعب السعودي بألف خير، الله يديم الامن والامان. نحن سوريين. هاي ذكرياتنا الحلوين، ورجعنا لكم فيديو جديد. عنوان الفيديو لليوم رح نحتفل معاكم باليوم الوطني السعودي ونوريكم فعاليات بسيطة. ايوه طبعا، هي معروف الفعاليات انك رح تكوني بالسيارة وبتشوفي هيك الناس شو عم بتسوي، ممكن ناخذك كافي كذا. فهلا روز رح تلبس هيك، بس قبل هيك روز رح تحكي للشعب السعودي وللسعوديين. كثير بنحبكم وكل عام وانتم بألف خير. وطبعا يعني الله يديم الامن والامان. الله يديم الامن والامان. انتي احكي يلا. بحبكم. بنحبكم كثير كثير كثير. وعلى فكره الشعب السعودي هو اكثر شعب متابعنا، ورحنا كثير بنحب انه هن بيحبوا. ثاني شيء العراق. صحيح. وثالث شيء لبنان. العراق، الاردن. ايوه الاردن. يلا، ولبنان وسوريا، كل الدول بتتابعنا، بس هو اكبر يعني اكثر دول. ايوه. طيب يا روز، رح ترسمي اشي على وجهك؟ ايوه، بدي احط هون ابيض اخضر. طيب يلا البسي، بعدين بنوريهم، بعدين بنوريهم الرسم اللي على وجهك، اوكي؟ بعدين بنطلع لفعالياتنا. شو هالحلاوة هيدا، شو هالحلا، شوفوا لك راس لليوم الوطني السعودي، لوك حلو اخضر. انا بصراحة روز بدها تنورة. ايوه فستان مو تنورة. لا، ما زالت الروز عم بتأنب لي ضميري اني ليش اشتريت لها بنطلون برمودا، مع انه والله شايفيته كثير حلو. حلو بس لا الفستان احلى. اعطونا رأيكم، يلا مشي هيك ورينا. لا 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 مستحيل. ليه ورينا بس. منين بتودينا على المحل وتشتري؟ يلا شو رأيكم؟ انا كثير حبيت، كثير 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 كثير، مو شوي. يلا هلا باقي روز تظبط شو؟ وجهها. تحط على ترسم على وجهها. مو هون. هلا كان وين؟ هوني. ايوه هوني. هلا بس ناطرين اختها تخلص كم شغله رح تيجي تظبط لي اياها، اوكي؟ طبعا لانه انا ما بعرف. هلا فجأة كل البيت قرر انه يسوي اشغال وما بعرف ليه. يلا مو مشكلة، يلا. هلا فجأة تقول لي صبر نسيت امنتج فيديو وانا لا 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 لا، هذا ما رح امنتجه وخلصه لين ما نرجع، اوكي؟ يلا. اعطونا رايكم، والله انا كثير حبيته كثير. لا 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 الفستان احلى. طيب خلص ان شاء الله السنه الجايه. والله في تنوره فوق. طبعا روز فتحت الكاميرا. طبعا روز قررت ما ترسم اشي على وجهها، تضل هيك انه هيك احلى. وبس حطينا هيدا البروش، شو رايكم فيه؟ انا كثير حبيته. مكتوب الوطن في قلوبنا. طبعا الوطن في قلوبنا. احنا كثير بنحب السعوديه، والله يديم الامن والامان على السعوديه. يلا يا روز بسرعه تعالي نروح نشوف الاحتفالات. والله هلا ما اعتقد راح اصل. يلا يلا هلا من راح اقول ترى ننزل انا وياك لتحت وننتظره. يلا 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 عاد. ليه؟ لانه هاي دخلت هون فما قدرت اطلع. اه اوكي، من الهوا صح؟ لا خايفين ندخل من الزحمة ما نطلع منها بأربع ساعات، بس كيف الأجواء؟ حلوة. تخيلوا كمان شو روز قررت تروح تشتري لكم شوكولاتة دبي، قال بدها تجربها معاكم بهيدا الفيديو. لأنه هاي شوكولاتة ثانية. أوكي هلا بنجربها كمان مع السكرات لما نروح على البيت. يلا دخلنا هلا بالزحمة. دخلت. المجد والعليان، مجدي لخارق السماء. وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر رددي الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك للعلم. صح 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 عليك، صح يا سكرات، صح صح علي. بما انه نحن يا روز هلا رحنا عم نحتفل باليوم الوطني السعودي، كل عام والشعب السعودي بألف خير يا رب، والله يديم الامن والامان علينا يا رب وعلى الشعب. فهلا انا راح اتحكم فيك. ماما فانا هلا راح اتحكم فيك واخذك على الكوفي، بس تاخذي شو عصير باللون الاخضر. لا لا خلص ما في.
شو ما في إلا في الأفوكادو باللون الأخضر. ما بحبه كتير، بحبه بس أنا ما بحبه. لا خلاص ما إلنا دخل. شو رأيك؟ لا إلا خلاص يا سكرات، شو رأيكم فيني وأنا هيك عم طلع لكم هيك أفكار بقلب الفيديو، مع إنه ما بنكون مخططين لهذا الشيء. بدي عوار قلب. لا أنا قلت لك أفوكادو، أنا اللي راح أخذ عوار القلب وخلاص. شو رأيك؟ تمام. تمام شاطرة. غصب عني. بما انه يا روز نحن خلاص هلا احنا باليوم الوطني، وانا قلت لك لازم باللون الاخضر، طلبت روز مني عصير، فانا قلت لها رح اجيب لك عصير اخضر. حتى المصاص اخضر، حتى المصاص شفتي؟ فخلاص لازم، وقلت لها تخيلوا هلا بدي اسوي لها اندومي باللون الاخضر، بس ما رضيت. ليش؟ انا قلت لك انا، بس ما مرضت. انا استغربت. ايه انه انا اسوي لك اندومي باللون الاخضر؟ ايه ما ليكون ما بديك. خلاص تمام. طيب يلا افتح افتح العصير وعطينا رايك فيه بكل صراحه. طبعا جبت لها اغراض المدرسه. والله بحب الافوكادو، حتبادر. روحوا ضيفونا على السناب شات عشان تشوفوا تحضيراتنا لللانش بوكس. اوكي يلا يا روز عطينا رايك. انا بحب الافوكادو بس لانه كمان جبت لك شغله طيبه تجربيها مع السكرات، كمان فيها لون اخضر. طلع ورقه والله. لذيذ. طيب هلا شو بدنا ندوق يا روز مع السكرات؟ حزرة يامي. شو اسمها؟ شوكولاتة دبي. طبعا هيدي منها الأصلية، احنا سميناها شوكولاتة سوريا لأن احنا لأنه ايوه من منتجات السورية. طبعا هيدي منها الأصلية. معصومي لا وريها وريها للسكرات. ما حسيتها بتشهي ريحتها. ما بتشهي؟ طب يلا دوقيها لشوف. هذا اسمه من هون. ايه. شوي شوي. كرانشي اكثر. لذيذة؟ حبيتيها؟ اشوفها تدوق. بس شوكولاتة طبيعية. شوكولاتة شو؟ طبيعية. لذيذة لا بأس فيها. بس تقيلة. تقيلة، يعني هيدي وحدة بتكفيك. يلا هلا شو بدنا نساوي؟ طبعا هيدي منا الأصلية يا سكرات، احنا الأصلية لسه ما جبناها. بس نجيب الأصلية رح نجربها معاكم. هلا رح نسوي اندومي باللون الأخضر عشان اليوم الوطني السعودي. يلا انتظرونا. يعني ماما انت ما اكتفيتي انه تكون الاندومي خضراء، بدك حتى هاي خضراء؟ طبعا، والطنجره خضراء. لا هيك كثير. لا مانو كثير. شوفوا هلا راح نحط لنا روز، افتحيها لو سمحتي. ملون طعام اخضر علشان تاكل باللون الاخضر. روز لازم. ما هو ما له ريحه ترى. ولا له طعم. ايه ولا له طعم. شوفوا شوفوا. هي مواد كيميائية. لا. الا. روز انت من وين بتجيبي هاي الافكار؟ من وين بتجيبي هاي الافكار؟ ها؟ شوف اللون الاخضر. انا اللي جبت الفكرة؟ ليكي روز لونه اخضر. ولا كان بدي اكل اندامي ولا كان بدي احط عليها اخضر. خلاص انا راح اتحكم فيك. المشكلة تعرفي شو؟ انه هذا التحكم اجاني هيك انا وبالسيارة. لو كنت بعرف فيه من قبل والله العظيم كان واو. كنت بديتي من الـ من الـ من الـ من قبل بيوم. لا والله. يلا رح خلصها تجهز بعدين نرجع لكم. هيك الاندومي صارت جاهزة، صحن اخضر، اندومي خضراء، العيدان اخضر. ترارارا. يا روز روز. يلا ماما. شو؟ هو ده لونه ايه؟ اخضر. هو ده لونه ايه؟ اخضر. هو ده لونه ايه؟ اخضر. كله اخضر. شوف هذا فيه ازرق. الليمون اخضر. يلا دوقي 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 الاندومي باللون الاخضر. شوفي لي فيها اختلاف. بعرف اكل. ليش هيك عم تاكلي؟ اكليها كويس. ما بعرف. يلا بالهاي ما بتعرفي؟ من ايمت؟ لا يا شيخة. انا عندي اللي بقدر اسوي فيها. طيب لا 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 لا
ممنوع باللون الاخضر. خليني يلا باللون الاخضر كده. ايوه انتبهي شوي ساخن لانه اللي حتى هيدي حديد فبتعطي حراره شوي شوي. ايوه شوي شوي عادي طعمه صح. بس بدي اخذ معنا. طيب يلا اوكي رح سامحك. مسامحه يا سكرات. يلا روحي كده شوفي سكرات. يمين ما في اطيب.